هذا واجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه اليوم مع مجموعه من البرلمانيين البريطانيين وذلك بمناسبه زيارتهم للبحرين للمشاركه في اعمال الدوره الثامنه عشر لمؤتمر حوار المنامه بحضور مع الشيخ فواز بن محمد الخليفه سفير مملكه البحرين لدى المملكه المتحده. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقه التاريخيه الوثيقه التي تجمع بين الجانبين على كافه المستويات والتاكيد على اهميه تنميه التعاون المشترك بين البلدين في كل ما يخدم مصالحهما المشتركه ويعود بالنفع والخير عليهما وعلى شعبيهما الصديقين بالاضافه الى تبادل وجهات النظر حيال ابرز القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك